السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيفية تصميم 6 خيارات انفوغراف متحركة في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا يا أصدقائي للحصول على قوالب الباوربوينت وقوالب الانفوغراف الموجودة على موقع عالمكم، رابط الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو. في البداية أصدقائي رح نقر باليمين ضمن مساحة العمل ومن تنسيق الخلفية تعبئة متدرجة رح نختارها من لونين. اللون الأول رح نختاره باللون الأبيض، واللون الثاني رح نختاره بلون أغمق شوي بحيث يصير في معي تدرج خفيف بالخلفية. رح توجه إلى إدراج، ومن أشكال رح أخذ دائرة ورح أرسم دائرة بالضغط على كنترول بهذا الشكل. هاي الدائرة رح توجه إلى محاذاة، ورح أختار محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. رح أحط هاي الدائرة بدون إطار، والتعبئة رح أخذها تعبئة متدرجة من لونين. اللون الأول رح نختاره بهذا اللون، واللون الثاني رح نختاره بلون أغمق بهذا الشكل. هاي الدائرة رح كررها بالضغط على كنترول دي من الكيبورد، ورح طابق الدائرتين فوق بعض ورح كبرهم بالضغط على كنترول بهذا الشكل. هلا أصدقائي رح شيل التعبئة ورح أحطلها خط متصل بهذا اللون، ومن نوع الشرط رح ناخده نقط أو نقط بهذا الشكل. خلينا نزود الستروك شوي، ومن نوع الرأس رح ناخده دائري بحيث تطلع معنا دائرية بهذا الشكل. رح نحدد الشكلين ورح ننقر باليمين ورح نعطيهم تجميع. هلا أصدقائي رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار دائرة ورح نرسم دائرة بهذا الشكل. رح نحطها بهذا المكان، رح أحط هاي الدائرة بدون إطار، ورح أحدد هاي الدائرة اللي حطينا للتعبئة المتدرجة. ومن الشريط الرئيسي نسخ التنسيق على هاي الدائرة بحيث ياخذ نفس تنسيق التعبئة المتدرجة لإله. رح نتوجه إلى تأثيرات، ومن ظل رح نختار ظل أسفل اليسار، رح نزود الضبابية شوي، والشفافية كمان رح نزودها شوي. وهي كمان أصدقائي رح ناخدها ونحط لها ظل بهذا الشكل. هاي الدائرة الصغيرة رح كرر بضغط على كنترول دي، ورح طابق الدائرتين فوق بعض، رح كبر هاي الدائرة شوي ورح انقر عليها باليمين. ومن تنسيق الشكل رح شيل التعبئة ورح احط لها خط متصل بهذا اللون، ورح احطه نقطي ورح احطه من هون دائري، ورح زود الإطار شوي بهذا الشكل. هلا أصدقائي الإطار نفسه بدي كرره بضغط على كنترول دي وطابق الإطارين فوق بعض، رح زود الستروك شوي ورح شيل الدائري منه رح يفهم مسطح. ومن شرط رح نختاره خط ساوي بهذا الشكل. خلينا كمان نزود الإطار، رح ننقر باليمين على هذا الإطار ورح نضغط على تحرير النقاط. رح نجي على هاي النقطة رح ننقر عليه باليمين ورح نختار فتح مسار، وهلأ حذف نقطة وحذف نقطة وحذف نقطة، لأنه أنا بدي من الإطار بس هذا الشكل. رح حدده ورح أتوجه إلى نوع الرأس ورح نختاره دائري بهذا الشكل. رح أكرر هذا الشكل ورح أعطي استدارة بالجهة المعاكسة ورح أحطه بهذا المكان. رح أحدد كل هدول الأشكال ورح أنقر عليهم باليمين ورح أعطيهم تجميع. هلأ رح أكرر هاي الدائرة إلى الجهة المقابلة بالضغط على كنترول وسحبة، ومن ترتيب استدارة انعكاس أفقي. رح أحدد هدول الدائرتين ورح أضغط على كنترول وكررهم للأسفل بهذا الشكل. ومن ترتيب استدارة انعكاس عمودي رح كرر هلا هي الدائرة ورح سوي لها استدارة بهذا الشكل وحطها بهذا المكان. رح كررها إلى الجهة المقابلة، حطها بهذا المكان. هلا أصدقائي رح نقوم بتغيير الألوان. رح حدد هدول ثلاث إطارات ورح نجي على اللون ورح نختارهم بهذا اللون. وهلا أصدقائي رح توجه لقائمة إدراج، ومن أشكال رح أختار دائرة ورح أرسم دائرة صغيرة بهذا المكان. خليني أكبرها شوي، حطها بهذا المكان. رح أحط هاي الدائرة بدون إطار، والتعبئة رح أختارها بتعبئة هذا الشكل يعني نفس اللون. هاي الدائرة رح أكرر بضغط على كنترول دي ورح طابق الدائرتين. الدائرة العلوية رح أكبرها شوي،
رح حط الإطار بنفس اللون ورح شيل التعبئة بهذا الشكل. رح توجه إلى إدراج ومن أشكال خط مستقيم، رح أرسم خط مستقيم صغير بهذا الشكل، ورح أخذ التعبئة بنفس اللون، رح أحددهم ورح أنقر عليهم باليمين ورح أعطيهم تجميع، رح أعطيها شوية استدارة، حطها بهذا المكان. رح كرر هذا الشكل لهذا المكان، ومن ترتيب استدارة انعكاس أفقي ورح أحطها بهذا المكان. هلا رح أحدد هدول الإطارين ورح أختارهم باللون الأزرق، وهي الدائرة رح أختارها كمان باللون الأزرق. رح أكرر هدول الشكلين للأسفل، ومن ترتيب استدارة انعكاس عمودي ورح نزله لتحت شوي. وهلا رح نقوم بتغيير الألوان. هلا أصدقائي رح نجي على هاي الشريحة، رح أحدد العنوان مع النصوص مع الأيقونات كنترول سي، رح أجي على هاي الشريحة كنترول في، ورح أقوم بترتيب النصوص مع الأيقونات. هلا أصدقائي رح أحدد كل شكل مع محتوياته ورح أنقر عليه باليمين ورح أعطيه تجميع. رح توجه أصدقائي لهي الشريحة ورح أخذ الخريطة كنترول سي ورح أجي لهون رح أسوي لها كنترول في ورح أكبرها على قدر مساحة العمل ورح أقر عليها باليمين ورح أعطيها النقل إلى الخلفية. هلا أصدقائي بما أنه خلصنا الرسم رح نتوجه إلى التحريك. رح أحدد هذه الدائرة اللي فيها العنوان من حركات، رح أخذها نمو وتحريك، رح أفعل جزء الحركة بحيث أشوف الحركات هون. رح أحدد الخريطة ورح أختار تضاؤل، ومن خيارات البدء رح أخذها مع السابق ورح أعطيها تأخير 0.25. رح أحدد هذا الشكل الصغير تضاؤل بعد السابق، رح أحدد هاي الدائرة ورح أخذها تكبير وتصغير، من خيارات تأثير رح أخذها وسط الشريحة ورح أسويها مع السابق. طبعا رح أحدد كل هدول الأشكال العنوان مع الأشكال الصغيرة، رح أنقر عليهم باليمين ورح أعطيهم إحضار إلى المقدمة. هلا أصدقائي رح أحدد الشكل الصغير، نسخ الحركة على الشكل الصغير، والدائرة نسخ الحركة على هاي الدائرة. هلا أصدقائي رح أحدد هدول الدوائر ورح أتوجه إلى المدة ورح أزود المدة شوي. وهيك أصدقائي بيكون خلصنا الرسم مع التحريك. خلينا نشغل الشريحة ونشوف كيف حركة الإنفوغراف طلعت معي. وهيك يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.